مساء الخير زميلي عزيز محمد توفيق، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالطبع محمد، زي ما ذكرت الفريق هنا بيستعد على قدم الوساق لمباراه فاركو واستئناف في المنافسات المحليه عقب طبعا الاجنده الدوليه ومن قبلها نهائي دوري ابطال افريقيا والتتويج بالنجمه ال 12. يمكن الفريق يا محمد على طول كل اللاعبين موجودين بالفعل داخل غرف الملابس على طول، انت عارف التدريب 6 يبقى اللاعبين موجودين يمكن من 4 ونص كمان قبلها بساعه ونص على الاقل. بعض اللعيبه طبعا موجوده في الجيم بتعمل بعض التقويات او حاجات طبعا طبقا للقراءات والاداء البدني للاعبين بالتنسيق مع الجهاز الفني. من بعدها ان شاء الله هيبقى في محاضره مع مستر مارسيل كولر في ارض الملعب، ومن بعدها على طول هيبتدي التدريبات الفنيه في الملعب بدايه من التدريبات البدنيه ومن بعدها تمرينات الكره واختتام التمرين بتقسيمه وبعض الجمل اللي مستر مارسيل كولر شغال فيها مع اللاعبين عليها هذه الفتره لتطبيقها ان شاء الله في مباراه فاركو وما بعدها من مباراه متتاليه. زي ما تذكرت محمد، بيستمر النهارده الراحه للاعبين الدوليين اللي كانوا منضمين لمنتخب مصر، وكمان بيستو يمكن لسه ما وصلش خاصه انه كان بيلعب مباراه امبارح امام منتخب زيمبابوي مع فريق جنوب افريقيا، فلسه هو الاخر مش موجود في التدريبات. باذن الله رب العالمين هيكون موجود في التدريب الاخير بكره ان شاء الله اللاعبين الدوليين. الفريق هيتدرب على ملعب مختار التتش هنا بالجزيره، ومن بعدها على طول يا محمد هيبقى التحرك لمدينه برج العرب والدخول في معسكر مغلق الى موعد المباراه ان شاء الله المقرر ليها السابعه مساء الجمعه المقبل ان شاء الله. يمكن المفروض النهارده محمد زي ما احنا عارفين بيبقى اليوم على طول اللي هو قبل المعسكر بيوم بيكون التدريب الاساسي، ولكن طبعا هيتم تاجيل دوت للتدريب غدا عشان الفريق يكون مكتمل. كمان هيكون في محاضره فيديو للجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر مع اللاعبين غدا ان شاء الله للحديث بقى على كل الجوانب الفنيه والتركيز في مباراه فاركو بشكل خاص، والتركيز على طريقه لعب فريق فاركو، نقاط القوه نقاط الضعف مفاتيح اللعب، وكمان الخطه اللي مستر مارسيل كولر ينوي ان شاء الله تطبيقها في المران. النهارده اليوم الثاني على التوالي يا محمد، وسام ابو علي موجود في غرف ملابس فريق النادي الاهلي بيؤدي برنامجه التاهيلي والعلاجي والجلسات الخاصه به داخل غرف الملابس. طمنت من الدكتور احمد جاب الله قال له كل الامور مطمئنه باذن الله رب العالمين. يمكن هو حالا دلوقتي في اجتماع مع مستر مارسيل كولر كعاده بقى النادي الاهلي كل ما محمد بقى في اجتماع ما بين مستر مارسيل كولر دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي والاجهزه المعاونه كلها الجهاز الفني والاداري. كل يوم بيبقى في اجتماع تنسيق العمل كمان عشان الفتره الجايه سواء في اي مباريات او اي معسكرات بيبقى اول باول على طول مستر مارسيل كولر بيتكلم مع الجهاز بشكل يومي للوقوف على البرنامج. حالا وانا بكلمك دلوقتي محمد يمكن خلاص الملعب او ملعب مختار التتش زي يعني خليه النحل زي ما بنقول، ادوات التدريب موجوده كل حاجه موجوده، الملعب بيتاهب ان شاء الله لنزول ابطال افريقيا لتاديه مرانهم ان شاء الله لاستعداد لمباراه فاركو. كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله اداء ونتيجه يرضوا جماهير النادي الاهلي ويكون اقوى عوده لبطل افريقيا ان شاء الله للمنافسات المحليه. طيب توفيق، برضه عايز اسالك على بيرسي تاو، يمكن المعلومه اللي عندي ويمكن ده تصريح لهوجو بروس، يمكن بيرسي تاو امبارح ما لعبش مباراه جنوب افريقيا وزيمبابوي، كان متواجد على دكه البدلاء ولكن لم يدفع به هوجو بروس طوال ال 90 دقيقه. وبعد المباراه في المؤتمر الصحفي هوجو بروس قال ان في اصابه عضليه بيعاني منها بيرسي تاو بعد المباراه السابقه اللي كانت بين جنوب افريقيا ونيجيريا في نيجيريا. هل في معلومات بخصوص اصابه بيرسي تاو؟ هل في تفاصيل عرفتها من دكتور احمد جاب الله؟ لو عندك اي تفاصيل اكيد نسمعها منك دلوقتي. الا الان يا محمد ما فيش اي معلومه، ولكن اوعدك على طول اول ما التدريب يبدا هنتكلم مع دكتور احمد جاب الله في هذه الجزئيه، ولكن المعتاد ونظام العمل داخل النادي الاهلي زي ما حصل حتى مع وسام واتكلمنا قبل كده محمد ان في اي اصابه بيتم التواصل ما بين دكتور احمد جاب الله والطبيب المسؤول عن الفريق او المنتخب اللي اللاعبين بيلعبوا فيه، فاكيد لو في حاجه زي كده فكابتن احمد او دكتور احمد جاب الله على طول تواصل اكيد مع الجهاز الطبي المنتخب جنوب افريقيا، واكيد اول ما يوصل كمان بيرسي تاو هيتم توقيع الكشف عليه وطبعا يشوفوا القراءات بتاعه المجهود البدني والعضلي بتاعه، هيبقى فيه طبعا كشف هنا داخل النادي الاهلي ولكن ان شاء الله تكون بسيطه. طبعا هننتظر لسه دكتور احمد جاب الله والتاكد من معلومه، واكيد على طول فور وصول بيرسي تاو هيتضح كل الامور. ولكن بالطبع محمد كمان حتى لو ما فيش اصابه انت عارف ان فرص لحقب المباراه صعبه جدا، خاصه ان برده مباراتين في وقت زي ما قلنا حتى لو ما شاركش في مباراه الامس السفر ساعات السفر طول المسافات، فاعتقد ان بيرسي تاو هيكون صعب جدا لحقه بمباراه فاركو، ولكن ان شاء الله يكون يعني حتى لو في اصابه تكون بسيطه وباذن الله يكون موجود في اقرب فرصه مع الجهاز الفني واللاعبين خلال الفتره القادمه. وباذن الله اطمنك على طول من دكتور احمد جاب الله ونساله عن هذه الجزئيه باذن الله رب العالمين. باذن الله. زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره، شكرا جزيلا ليك على كل هذه المعلومات والايضاحات الخاصه باستعداد الفريق.